تحية لكم مشاهدي الأخبارية السورية. نحن داخل الحجر الأسود، نرافق وحدات المشاة التي تقوم بتنشيط هذه المناطق والأزقة، عمق الأزقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. طبعا في هذه المناطق يعتمد الجيش العربي السوري على سلاح المشاة، وأيضا في بعض الأماكن المفتوحة على المدرعات. ندخل الآن إلى أهم مقرات تنظيم داعش الإرهابي والتي سيطر عليها الجيش العربي السوري، وهي في منطقة تسمى بدوار الروس. هذا هو المقر الحصين الذي كان يستعمله تنظيم داعش الإرهابي والذي يسمى بمقر الهيئة الشرعية. هو بين مجموعة من الأبنية والكتل الخرسانية المحمية بشكل جيد. هنا حرب الأزقة كانت تدور، كان الاعتماد الأكبر فقط على سلاح المشاة في الجيش العربي السوري. ندخل إلى هذا المقر أو ما يسمى بدار إفتاء داعش. سألتقي مع أحد القادة الميدانيين. تحية لك. طبعا وصلنا إلى هذا المقر، أهمية هذه النقاط التي تم السيطرة عليها وهذه النقطة تحديدا. هذا مقر وتنظيم داعش الإرهابي ويعتبر دار إفتاء شرعي، وله أهمية استراتيجية كبيرة لهم، حيث حاولوا بشتى الوسائل منعنا من التقدم إلى هذا المقر، لأن له ذو رمزية دينية كبيرة لهم، ودارت معارك طاحنة بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش من أجل هذا المقر، واستخدم سلاح متطور حديث جدا للتعامل مع طبيعة هذه المعركة ومع تنظيم داعش الإرهابي، وأهميته الكبرى حيث يقع بالقرب من دوار الروس. وصلنا الآن برفقة وحدات الجيش العربي السوري إلى منطقة دوار الروس التي تبدو أمامنا تماما، وتعتبر في الأطراف الشمالية لمنطقة الحجر الأسود. هذه المناطق هي خط الجبهة الأول الذي أمامنا، وهي أهم نقاط تجمع المجموعات الإرهابية المسلحة. كانت تعول على هذه المنطقة دوار الروس في الحفاظ على هذه الكتلة لمنع الجيش العربي السوري من الوصول والالتقاء عبر محور حي الجزيرة مع وحدات جيش أيضا متقدمة من منطقة أخرى. طبعا نحن نتحدث الآن عن نقاط جدا هامة، إن كان من الناحية وأيضا منطقة أيضا تجمع المدارس وشركة الكهرباء إلى اليسار، والمنطقة بامتداد مشحم عامر، حيث تعتبر هذه المناطق أهم نقاط للمجموعات الإرهابية المسلحة حاولت الاحتفاظ فيها، خاصة بعد سيطرة الجيش على المقر الشرعي التابع لداعش في الأطراف الشمالية، ومن ثم الانتقال إلى منطقة دوار الروس وفك عقدة الطرق في هذه المنطقة تماما. تلاحظون معي الآن طيران سلاح الجو في الجيش العربي السوري على معاقل إرهابيي داعش في الحجر الأسود. هذه المناطق ممتدة إلى منطقة التقدم. السيطرة على دوار الروس تعني إنجاز جديد للجيش العربي السوري، وأيضا وصول لنقاط جدا حساسة. طبيعة المعركة هنا فرضت فقط تقدم لوحدات الجيش العربي السوري، وهي عبر وحدات المشاة التي تتقدم من بناء إلى بناء، من كتلة إسمنتية إلى كتلة إسمنتية. كما قلت، التقدم إلى دوار الروس الذي أمامنا تماما والسيطرة عليه يعني أيضا تقدم إلى مناطق جديدة. العملية جدا معقدة، محسوبة بالأمتار، محسوبة بكتل الأبنية. أحيانا تأخذ كتلة بناء واحدة لست ساعات من العمل العسكري من قبل الجيش العربي السوري. لذلك نتحدث نحن عن عملية جدا معقدة، وخاصة في ظل تحصن القناصين، قناصي داعش الإرهابي على خطوط الجبهة الأولى، ومحاولة تعطيل تقدم القوات، ومحاولة الدفع باتجاه الاشتباك المباشر الذي يتم من غرفة إلى غرفة ومن بيت إلى بيت. تغطيتنا مستمرة هنا في هذه المنطقة، نرصد فيها تقدم للجيش العربي السوري، وأيضا تثبيت وتحصين وتدشيم نقاط، ومن ثم قد يكون خلال الفترة المقبلة أيضا تقدم جديد للجيش العربي السوري ومرحلة رابعة من العمل العسكري.